حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني بعد خبر وفاة النجم الكبير عزت أبو عوف فجر أمس الاثنين 1 يوليو 2019 عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض. وقالت الفنانة مها أبو عوف إن مراسم تشييع جنازة شقيقها الراحل عزت أبو عوف كانت تظاهرة حب، موضحة الحب اللي شفته النهاردة حاجة تخلي عزت فخور بنفسه. ونفت في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي المذيع على فضائية الحدث اليوم صحة ما تردد عن أن الراحل أوصى بحرق أعماله الفنية، موضحة الراحل كان يتباهى بأعماله الفنية ولم يطلب يوما حرق أفلامه. وأضافت الراحل لم يكن يتحدث نهائيا في آخر أيامه، ولكنه كان ينظر للجميع بابتسامة وكأنه يقول لنا هتوحشوني وخدوا بالكم من بعض على حسب نظراته لنا، وأشكر كل شخص توجه بالدعاء للراحل. وكان أبو عوف يتميز بالسيرة الطيبة داخل الوسط الفني وخارجه، ولكن في العام الماضي كان له تصريح أثار به جدلا كبيرا، حيث قال أثناء تكريمه في إحدى المهرجانات الفنية: احرقوا أفلامي بعد ما أموت. وكان يقصد أبو عوف حينها أن يتم تكريمه وهو على قيد الحياة بدلا من تكريمه بعد وفاته. واستكمل حديثه مداعبا الحضور: كرموني وأنا عايش، ولو عايزين تحرقوا أفلامي بعد ما أموت مش مشكلة. وأكد أبو عوف في ذلك الوقت أن تلك الشائعة ألحقت به الضرر وبعض المشاكل في عمله، وقال إن المعنى تم تحريفه. فكيف أن أطلب حرق أفلامي وهي تعبر عن فني الذي عشقته وعشت من أجله وكان وسيبقى هو المعنى الحقيقي لحياتي؟ الله يرحمه. وكان الراحل قد أبدى غضبه من اتخاذ ذلك الكلام كوصية له، وقال في أحد برامج الراديو: أنا بقيت بتشائم من الكلام ده، وصية إيه وقرف إيه وكلام فاضي إيه. الفنانة مها أبو عوف تفاصيل وجود شبح في الفيلا التي كانوا يقيمون فيها قبل سنوات طويلة، وقالت مها في لقاء مع برنامج أنا وبنتي الذي يقدمه الفنان شريف منير: الفيلا اللي سكننا فيها كانت مملوكة لشيكوريل وهو اتقتل جواها، لكن أمي صممت ناخدها. بعدها بدأنا نحس بحاجات غريبة ونشوف حاجات أغرب، وأبرزها لما والدي كان بيعزف لحن ونسي يسجله وفشل تماما يسترجعه، وفجأة سمع اللحن بيتعزف على عود جنبه. وأضافت: في مرة الفنانة يسرا جت تبات عندنا في الفيلا، فشافت الشبح عمال يتجول في الطرق اللي قدام أوضتنا، فسألتني: هو مين اللي ماشي قدامنا ده؟ قلت لها بدون اهتمام: ده شيكوريل. قالت لي: شيكوريل مين؟ قلت لها: ده العفريت اللي ساكن في الفيلا هنا. قامت نطت من الشباك بملابس النوم واخدت عربيتها ومشيت، وبعد الموقف ده حصل لي مشاكل كتير. موقف غريب فعلا. اول ما قعدت على السرير بتاع العملية فرحت قوي، حسيت اني فرحان، حسيت اني ممكن اموت واقابل فاطمة مراتي، كنت فرحان اني هقابلها ومبسوط جدا الله يرحمها. كلمات قليلة وصف بها الفنان الراحل عزت أبو عوف لحظة دخوله غرفة العمليات لإجراء عملية القلب المفتوح. ربما تلك الكلمات المعدودة كافية لتلخيص قصة حبه لزوجته المتوفاة، لدرجة أن يكون بتلك السعادة أنه يمكن أن يموت ويقابلها. فاطمة دائما لوحة علقها أبو عوف بأفرع النور أمام سرادق عزاء زوجته، تدل على حب بدأ منذ عقود، تحديدا أوائل صيف 2012، إذ كان عزت أبو عوف جالسا في الاستوديو الفني ويستعد لتصوير مسلسل الصفعة، لكن القدر صفعه بخبر وفاة زوجته. ماتت فاطمة فتحول عزت لجسد بدون روح بعد زواج الثنائي لأكثر من 4 عقود، 40 سنة.
في أحد لقاءاته التلفزيونية مع مفيد فوزي كشف عزت أبو عوف عن عادة يومية بينه وبين زوجته، فهي كانت تعشق الورد الأحمر وكان هو يحضر لها كل يوم وردة حمراء، واستمر على هذا طوال فترة زواجهما. لكن المفاجأة أن عزت استمر على تلك العادة حتى بعد مماتها، فهو يحضر وردة حمراء كل يوم يضعها أكواره على وسادته وينام، أملا أن تصل لروح فاطمة إن مرت عليه ليلا لتهدهده. لم يكتفي أبو عوف بهذا، لكنه ملأ حديقة منزله بالورود الحمراء ليقطف منها يوميا، بل أنه زرع أمام صورة زوجته التي تحتل مكانا من مدخل البيت 3 وردات حمر، واحدة منه وأخرى من ابنه كمال وثالثة من مريم ابنته. في حياة الرجل نزوات تحل وقت ضعف فتنغص عليه حياته، لكن رغم كل لحظات الضعف الحب يفوز في النهاية. يحكي عزت أبو عوف عن نزوة دخلت حياته في وقت ما فتزوج امرأة ثانية، زيجة استمرت ل3 سنوات أنهتها مقارنة عقدتها الزوجة الثانية بينها وبين فاطمة، فرجحت كفة حبه لفاطمة طبعا. وكانت فاطمة زوجة أبو عوف تعلم بتلك الزيجة الثانية من البداية. يقول عزت أنها تحملت ما لا تطيقه النساء من الغيرة المرة، لكنها تصرفت كما يصف هو بنبل وأخلاق. لكن عزت أبو عوف يقول أنه لا يزال يشعر بالندم على تلك السنوات الثلاثة إلى الآن. كما استطاعت فاطمة أن تخرج زوجها من حالة اكتئاب طويلة دخل فيها، وذلك بعد أن تم حل فريق فور إم الذي أسسه عزت أبو عوف بصحبة شقيقاته، وهو ما أصابه بالإحباط وازداد وزنه وطالت لحيته، إلا أن زوجته لم تجعله يستسلم لهذا الأمر وأخرجته منه. تأثر الفنان عزت أبو عوف برحيل زوجته وحبيبة عمره، استدهورت حالته الصحية إثر إصابته بانهيار عصبي، ودخل المستشفى لمدة 4 شهور. وبعد خروجه أصيب بفيروس في أذنه الوسطى. وعندما تولى عزت أبو عوف إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لمدة 7 سنوات، بكى في آخر دورة له أمام كل الناس حينما نظر للكرسي الذي كانت تجلس عليه زوجته فاطمة كل عام، وجد شخصا آخر يجلس عليه فبكى. وقيل وقتها أنه مصاب بالسرطان وقضى سنوات من العذاب بسبب ذلك. وقال الفنان عزت أبو عوف أنه تعرض لعدد من المشكلات الصحية بعد وفاة زوجته الأولى، انتقل على إثرها إلى 3 مصحات نفسية لتلقي العلاج، موضحا أنه تعرض لتعب في شرايين القلب وكان بحاجة إلى رعاية واهتمام في ظل تدهور وضعه الصحي. وبعد رحيل فاطمة توقفت حياة عزت كما قال في مقابلة تلفزيونية إنه ما زال مرتديا دبلة فاطمة زوجته الراحلة، احتفظ بدبلتها ووضعها في سلسلة معلقا إياها في رقبته ويرتديها طوال الوقت، وبرغم أنه تزوج من امرأة أخرى لكنه لم يستطع نسيان فاطمة. وبعد وفاة زوجته الأولى أصبح الفنان عزت أبو عوف في حاجة شديدة إلى من يعتني به في مرضه، وهو ما اضطره إلى الزواج للمرة الثانية، فاختار أميرة مديرة أعماله لقربها منه ومعرفتها الكثير من تفاصيل حياته. وعن الزواج الذي هاجمه الكثيرون بسببه قال عزت: اتجوزت حد عاشرته 20 سنة ممكن يساندني ويقف جنبي خاصة في فترة مرضي، وما رحتش دورت على بنت صغيرة، موضحا لم تكن بيننا أي علاقة عاطفية من قبل وفاجأتها بالزواج، صرحتها بأموري وفضلت ساكتة وبصة عليا وما بتردش خالص وبعدين وافقت. وأضاف أميرة: عارفة كويس إني بحب فاطمة وعمرها ما اتضايقت من ده لأنه جزء من حاجة أنا عايزها. وتابع: في البداية لاحظت اختلاف في الموقف من جانب أبنائي لغيرتهم الشديدة عليا، لكن سرعان ما تبدل هذا الموقف عندما وجدوا معاملة طيبة وحب من زوجة أبيهم. بنتي كانت بتغير عليا من أمها، فلما جت واحدة تانية حلت محل والدتها اتضايقت، لكن لما لقيت الصورة كويسة
ابتدت شوية شوية تقطع. مشواره الفني الذي بدأه منذ السبعينيات وحتى وفاته فجر الاثنين 1 يوليو عرف الجمهور الفنان عزت أبو عوف بهذا الاسم، إلى أن اكتشف مؤخرا أنه ليس اسمه الحقيقي. وفي لقاء نادر بين الراحلين الموسيقار عمار الشريعي والفنان عزت أبو عوف، كشف عمار أثناء تقديمه للحلقة أن عزت ليس الاسم الحقيقي لضيفه، وكشف أن اسمه الحقيقي محمد عزت أحمد شفيق أبو عوف. ظهرت شقيقات أبو عوف في حالة من الحزن اليوم الاثنين 1 يوليو 2019 في وداع شقيقهم الأكبر عزت الذي جمعهم لسنوات في فريق الفور إم الغنائي في بدايتهم الفنية، وظهرنا وقد انهرنا في البكاء. أنا طبعا ظهروا متأثرين جدا لوفاة شقيقهم عزت أبو عوف، ديمها أبو عوف الله يرحمه، كانوا بيحبوه جدا. مها أبو عوف إيه بيسندوها عشان تمشي. انهاروا في البكاء كلهم. ومن ناحية أخرى نعت الفنانة شريهان الفنان عزت أبو عوف الذي وفاته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز 71 سنة بعد صراع مع المرض. وسردت شريهان تفاصيل المحطات التي جمعتها بعزة أبو عوف، لا سيما علاقة القرابة بينهما، فقد تزوج شقيقها الفنان عمر خورشيد من الفنانة مها أبو عوف. عمر خورشيد أخو شريهان تزوج 5 مرات ومنهم ميرفت أمين، ومات بحادث مروع وعنده 36 سنة الله يرحمه. دي الزوجة الأولى له أمينة السبكي، كان في أم كلثوم حضرت فرحه، والزوجة التانية ميرفت أمين، والزوجة التالتة هويدة بنت صباح، معروفين طبعا كلهم. الزوجة الرابعة خبيرة التجميل والمكياج اللبنانية دينا، هو كان وسيم جدا. هنا الزوجة الخامسة مها أبو عوف، وللمصادفة إن ميرفت أمين كمان حضرت الجنازة النهاردة، فبقت الجنازة بتجمع بين زوجتين لعمر خورشيد. وكتبت شريهان عبر حسابها على انستجرام: هو حكاية، حكاية طويلة جميلة في عمري، حكاية طيبة فضلت تغسل نفسها بنفسها. عزت أبو عوف من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي، ولدت وجدته في بيتنا ابنا أصيلا لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك، وتابعت أخا وصديقا وزميلا لأخي عمر وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، ابنا مقربا جدا لقلب أمي، أخا شقيقا لزوجة أخي الأخيرة مها. كنت أعتبره أخي الكبير وابني الصغير. زوجته فاطمة هي سيدة من أنقى نساء العالم، كانت صديقتي وحبيبتي وتوأم روحي. ابنته المخرجة الجميلة والرائعة مريم أبو عوف ابنتي وحبيبتي وصديقتي، كانت وهي صغيرة لا تذهب إلى امتحاناتها المدرسية إلا وأنا معها. شقيقاته منى ومها وميرفت ومنال حبيباتي. وأضافت شريهان: أسرتي وطفولتي وشبابي ونضوجي وسعادتي وكثير من آلامي وذكرياتي ونجاحاتي كان شاهدا أصيلا عليهم. صديقا صادقا أمينا، عزت كان إنسان إنسان وفنان فنان محترم خلوق طيب وموهوب، والحقيقة تاه كل الكلام مفيش كلام. وده البوست اللي حطيته على حسابها على انستجرام الله يرحمه. كان الفنان عزت أبو عوف قد رحل في الساعات الأولى من الاثنين 1 يوليو 2019 عن 71 سنة، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب أداء صلاة الظهر، وشهدت الجنازة التي حضرها العديد من الفنانين بكاء شقيقاته ورفقاء رحلة نجاح. وكانت أسرته قد أعلنت قبل نحو شهر ونصف دخوله لأحد المستشفيات الخاصة عقب تدهور حالته الصحية، خاصة أنه كان يعاني من مشاكل صحية في الكبد والقلب. وحرص عدد من الفنانين على وداع عزت أبو عوف بمثواه الأخير داخل مقابر المجاورين بالدراسة
ومنهم ميرفت أمين ودلال عبد العزيز. محمود قابيل والمخرجان شريف وعمرو عرفة والمصور السينمائي محمد بكر. كما حرص على حضور الجنازة كل من وزيرة بالثقافة إناس عبد الدايب والراقصة دينا ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وأيمن عزب ومحمد مرزبان وخالد سرحان، وكانوا في وداعه أيضا بمثواه الأخير. أدي دلال عبد العزيز، هنا صور من جنازته، فنانين كتير ودعوه وكانوا زعلانين على رحيله، كان محبوب ومثقف والكل بيحبه. دي وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وأنا دلال عبد العزيز، محمود قابيل، خالد النبوي، رغم الحر الشديد الناس كلها اتجمعت عشان تودعه الله يرحمه. محمد ثروت، أشرف زكي، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، الراقصة دينا، منير مكرم، أشرف زكي، إيناس عبد الدايم. طوال يقف النجم عز طبعه في كل صباح أمام صورة زوجته الراحلة فاطمة في ذلك المنزل الذي بناه خصيصا لها، ورتب معا أساسه بشياكة ورقي ونظرته تهيم بها: لا وعينيك يا حبيبة روحي، ما زلت فيك هائما فاستريحي. خصوصا بعد زواجه مؤخرا من مديرة أعماله أميرة، فالرجل الذي عاش محبا حقا لزوجته الأولى لم يستطع تحمل شبح الوحدة القاتل، والذي طالما هاجمه في الليالي الحزينة وأجبره على اختيار ونيس فتزوج، حاول عزة البقاء وحيدة لكنه لم يحتمل، وظل يبعث برسائله العاطفية لزوجته الأولى: لولا كبريائي ولولا إنني رجل لحدثتك الليالي كيف أبكيك. تلك الحالة انتابت الطبيب العاشق والذي راح يرتكن لصدر امرأة أخرى ربما يجد فيها ما يضمد جراحه ويستوعب حزنه، لكن سيبقى حب فاطمة في قلب عزة أبو حتى الرحيل. فقصة الحب الكبيرة التي جمعته بالراحلة طويلة، إذ ظل الرجل يعشقها في صمت ورقي وفيا ومخلصا لها، وكذلك كانت هي عاش معا حياة رومانسية هادئة بدأت بالحب ولم تنتهي في قلب الفنان. عزة اعترف بكل وضوح أنه تزوج من أمير ولم يخجل أو يتردد، وقال: واخداني على عيوبي وملقتش أحسن منها، مش بتغار من فاطمة ولا بتسألني عن صورها اللي في كل مكان في البيت. قلت تكمل معايا في اللي فاضل لي من عمري، اكتشفت اني لو كنت لوحدي مش هعرف اكمل في منزل فاطمة كما يحلو لعزة ان يطلق عليه يعيش الطبيب مع زوجته الاخرى. رائحة فاطمة في كل مكان، هنا المقاعد التي رتبتها، على الحوائط صورها، وفي الزوايا بقايا من بقاياها، وفي رقبة عزة سلسلة طوق بها عنقه ولم ينزعها منذ رحيلها. عزت لم يخجل أن يقول: أي حد مهما كان يقول لي أنا ولا فاطمة هقول له فاطمة. لذلك لا تقترب أميرة زوجته الجديدة من هذه المنطقة شديدة الخصوصية في قلب عزة العاشق الكبير. ده عزة أبو عوف مع زوجته الأولى فاطمة، ودي أميرة زوجته الجديدة. من ناحية أخرى، كان قد حضر الفنان عزت أبو عوف الجمعة 29/9/2017 فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي،
واصطحب معه زوجته الجديدة أميرة في أول ظهور لها بعد زواجه منها في عام 2015. هنا مع أميرة كانت مديرة أعماله، اتجوزها بعد وفاة زوجته الأولى. وبالرغم من أن أميرة كانت تتولى إدارة أعمال عزة أبو عوف، إلا أنها اختفت منذ أن أعلن زواجه منها قبل عامين، وذلك بعد أن توفيت زوجته الأولى فاطمة. دي صوره معاها في المهرجان.